عقد اليوم مجلس محافظة البصرة الجلسة 11، وكان من أهم مقررات هذه الجلسة هو التصويت على جعل منطقة الزريجي ناحية، والحمد لله شكر تم التصويت بالإجماع، وكذلك مناقشة أمور أخرى منها مسألة الصحة وملف الصحة، وكان هناك مناقشة لآلية الاختيار، وإن شاء الله رحل هذا الملف إلى الجلسة الأخرى لحسم الموضوع بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، باعتبار هناك اختلاف بتفسير القانون من الناحية الحكومة المركزية المتمثلة بالوزارات سواء على مستوى وزارة الصحة ووزارة التربية، بأن يكون القرار قرار الوزارة، ولكن من خلال قانون مجلس المحافظة أو من خلال قانون مجالس المحافظات المعدل يكون صلاحيات مجالس المحافظات بعد أن شكلت حديثا، ولذلك أجل الموضوع لحسم هذا الملف إن شاء الله، وسيبت بهذا الموضوع في الجلسات القادمة إن شاء الله. الأمر الآخر هو مسألة التعويضات بالنسبة للعوائل على الخط السككي، فكان اقتراح من مجلس المحافظة بمخاطبة وزارة النقل باعتبارها الجهة المستفيدة أن تخصص قطع أراضي للمزالين أو العوائل التي سيتم إزالة مساكنها، وبالإضافة إلى تعويضات مالية، وكذلك مخاطبة الجهات المستفيدة الاستثمارية بأن تدفع مبلغ مضاعف لهذه العوائل التي تعتبر عوائل متضررة. وأيضا تم نقاش أمور عامة منها تشكيل بعض اللجان المؤقتة، وخصوصا كان الحديث عن لجنة النفط والغاز وتعضيدها بلجنة مؤقتة. هذه اللجنة واجبها أن تبحث في ملف العمالة وكذلك ملف المنافع الاجتماعية، وهذه لجنة موسعة شكلت برئاسة رئيس المجلس وعضوية رئيس اللجنة الأمنية وأيضا عضوية رئيس لجنة النفط والغاز وعضوية رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وأيضا عضوية رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعضيد هذه اللجنة بالمعاون النائب الأول لمحافظ البصرة. وأيضا طلبنا من وكالة المخابرات بترشيح ضابط مخابرات، وأيضا من الإقامة مديرية الإقامة بترشيح ضابط من الإقامة، حتى هذه اللجنة تأخذ دور كبير في عملية متابعة وتدقيق عمل الشركات النفطية، وهل العمل يتناسب مع العمالة اللي موجودة، وما هي حصة البصرة وأبناء البصرة من هذه العمالة. وأيضا من واجبات هذه اللجنة معرفة المبالغ المنافع الاجتماعية وكيفية صرف هذه المبالغ، وهل هذه المبالغ يستفاد منها أبناء المناطق المتضررة الذين تقع في مناطقهم هذه الحقول النفطية. فلذلك إن شاء الله هذه اللجنة راح تأخذ هذا الدور، لأن أغلب المشاكل الموجودة في هذه المناطق هو بسبب حرمان أبناء هذه المناطق من العمالة، وكذلك حرمان هذه المناطق من المنافع الاجتماعية. فإن شاء الله هذه اللجنة بهذه الهيكلية، وأيضا خاطبنا أو فاتحنا محكمة الاستئناف بانتداب قاضي مختص يعضد هذه اللجنة بالقرارات القضائية الملزمة للجميع، في سبيل أن تأخذ هذه اللجنة دورها القوي لمتابعة هذا الملف المهم. سيد الرئيس، نستمر شمع المراسل التغيير. سيد الرئيس، هناك سؤال. السؤال الأول، المقارات كل جلسة لماذا لا تخرج الإعلام قبل عقد الجلسة كما يحدث في مجلس النواب العراقي؟ السؤال الثاني، هناك لجنة لا تعلم لم يتم التصويت عليه، ولجنة الثقافة والإعلام لا تعلم تحصل معها.
بالنسبة للمقررات أعتقد إحنا نفس المقررات جاي نعلنها بعد نهاية كل جلسة. هذا المؤتمر هي إعلان للمقررات. فكل بعد كل جلسة إحنا جاي نجي ونعلن هذه المقررات. لجنة الثقافة والإعلام إن شاء الله بالجلسة القادمة راح يحسم موضوع هذه اللجنة بالإضافة إلى حسم موضوع إحنا حسمنا موضوع رؤساء اللجان، ولكن أعضاء لهذه اللجان احنا بالنسبه لنا ان شاء الله الجلسه القادمه راح يكون لكل لجنه اعضاء يساندون رئيس اللجنه. نعم صح. في نقطه عندي سؤالي هو في بدايه جلسات المحافظه كانت هناك تغييرات مطلوب ان تكون هناك تغييرات للدوائر من تزيد خدمتهم عن 4 سنوات، فوين صار هذا القرار وايضا تغيير مدير الصحه؟ اعتقد يمكن انا مدير الصحه جاوبتكم على الموضوع. مجرد احنا بالنسبه لنا ينتهي موضوع عمليه تفسير القانون بين الحكومه المركزيه وحكومتنا اللي هي مجلس المحافظه، اعتقد يمكن راح يتخذ قرار وسريع. مساله الاخرى حتى دوله رئيس الوزراء متدخل شخصيا في هذا الموضوع وان شاء الله راح يحسم. مساله احنا بالنسبه لنا مثل ما تفضلت عندنا شكلنا لجنه لتدقيق وتقييم المدراء وكذلك الحكومات المحلية، فإن شاء الله بعد ما تنتهي هذه اللجنة من عملها احنا بالنسبة لنا تعرفين قانون اليوم إذا ثبت أي تقصير أو تهاون أو أي عملية تقصير أو لمدير من المدراء احنا بالنسبة لنا عندنا قانون يتبع، هو مسألة الاستجواب، وبعد الاستجواب يصوت على الإقالة إذا ثبت هذا التقصير. نعم رئيس المجلس، توجد اتهامات لرئيس المجلس اتخاذ قرارات خارج القانون باعتماد على قرارات سابق خاصة من حيث الإقالة لماذا لا يصار بإدعاء في الاستجواب على أي مدير أو مرتبة مقام حتى يمكن يعني إما استغلاق يعني إقالة أو مثلا إقالة في حال قناعة المجلس؟ بالنسبة لنا ماكو ترى ما تجاوزنا القانون، بالعكس احنا عملنا بالقانون ونظامنا الداخلي كل ما هنالك. احنا بالنسبة لنا القرارات اللي اتخذت في سواء على مستوى مسألة القضاء الصادق هو كان تكليف مو منتخب، صحيح كان منتخب كمدير ناحية ولكن كلفه كقائم مقام، فهذا التكليف يعني بالنسبة له اعتقد يمكن بقرار او بتوصية من مجلس المحافظة للسيد المحافظ، السيد المحافظ من صلاحيته ان ينهي تكليفه لان هاي مسألة التكليف من صلاحيات المحافظ وهذا اللي اتخذه السيد المحافظ. ومسألة الزبير قائم مقام الزبير احنا بالنسبة لنا اوصينا بتفعيل قرارات اللجنة النيابية، بالنسبة لنا ما أقلنا احنا بالنسبة لنا إذا أريد نقيل أعتقد يمكن أكو آلية للإقالة وهي مسألة تثبيت التقصير واستجواب وبعد الاستجواب التصويت على الإقالة. احنا أوصينا كمجلس محافظة أعتقد بكتابنا أوصينا لتفعيل قرار اللجنة المشكلة بمجلس النواب واللي هذه اللجنة أثبتت تقصير قائم مقام الزبير وأوصت بإقالته للتقصير المتعمد في أداء واجباته الوظيفية. وأعتقد يمكن هذه اللجنة بعد ما رفعت توصياتها إلى السيد رئيس مجلس النواب في وقتها صادق على قرارات هذه اللجنة، فإحنا باعتبارنا أوصينا الجهة التنفيذية السيد المحافظ بتفعيل هذا القرار، هذا اللي صار ولذلك ماكو أي مخالفة قانونية بالموضوع.